السلام عليكم، كيف نتوما؟ واحد عليك بخير. كنبغي السلام وكيف عليك؟ كيف جيتكم في المقله والاخريا؟ المهم كيما وعدتكم غنرد على نتوما. كتعرفوني ملي كنقول شي حاجه كنكون مقيده بها. عملا بيا استسلمت. حق الله لا وقعت فيه. استنى وحا ماشي دابا ديك الشيء طري والو. اها عيا كي عملا بيا ديما ما قلتلوش ياو. عنده كواليس. قولوا له عنده كواليس. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد معنا، وفيديو ديال جد التذوق. ياك التذوق. المهم غنشوفوا شكون اللي غادي يذوق المعنى. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا بزاف التعليق ديالكم والتشجيع ديالكم. كنتمنى تبقاو مشجعينا هيدا باش حنا نتحمسوا ونزيدوا الفيديو اكثر واكثر. نتوما كتعرفوا حنا في البدايه، حنا في البدايات ان شاء الله. بسم الله. دابا غنشد العين وغنبدا. خصني نشد الطاقه نبره باش ما تشوفش الضوء. صافي عقيده حنا برك بس حتى خنافك صافي. في الاول الفيديو اولا في الاخر غتجربوا واحد اللقطات ديال لي برودوي اللي عملت انا ولقطات ديال البرودوي اللي عمل هو كله. عندنا غوطة، عندنا الثوم قشرة ديال الثوم، عندنا الماء الدجاج، عندنا قشرة ديال لافوكا، عندنا التيدي، عندنا الفانيل، عندنا البيضات. يعني 1 2 3 4 5 6 7 صافي دغيا كربوناتو نقطه. ما شربتي بغيت ودك نشرب الحبيب. خليك عندك نشرب الضوء. كتعلفني لا ما كنعطيكش بزاف. نشرب خرج لسانك بلا ما نحشي لك معلقه. بومادة العيني. لا ما عنديش يتسالات. بومادة هود عجوج. لا تزيدو خير. غلط بلا ما تشوف تسال اخر وقولك شنو. هذه المعلقة الثالثة خصك تقول دابا. دابا باش نقليو عليها وتبقى في الفيديو. سبومة د الحسانة. سبومة د الحسانة. واش جبت سبومة د الحسانة؟ ديالي دبالية. كنعاود ذوق عجبتها. خايب دابا تعدل. خرج لسانك.
القرقاع تهلت فيك العفريت ضرب ضرب اللوز زيدك زيدك اللوز افتح عاود افتح ضرب اللوز 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 ضرب ضرب عم تبزقش ضرب اللوز ما نعرف كنكون متحوض صافي زوينا والو كليتي معلقة د اللوزة صغيرة على الويلة عند راسي خميرة خميرة الحلوة د الخبز على ديك اللسان كاين الحاجة اللي خصها تخرج لها اللسان كاين الحاجة اللي خصني نعشيها في الدقوق خرجت وهدي الدنيا كيف رجعت صابون لقشة لا جوج ما تشمشي لا ما كنشمشي فيه نزمة صابون لقشة لا ما تشفي لا تيدي ما دزج نزيدك شويه د القرقع على ديك اللسان انا قلت لك كاين حاجه اللي كتشرب كاين حاجه اللي كتدعم اللسان شمش شمشي نسمع دغيا 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 تن تن واحد اتين ما تقضيه المعروف ودابا الاكله السادسه رسميا وحصريا على قناتكم من الوكله هذا بغيتي نشوف اش فيها النسمه السمد الفيل لا ما فيها والله ما فيها النسمه خرج اللسان خرج ديك اللسان زيتي عند اللسان كبير وقد ما زيتو زعما ديك الشيء الجديده تهليت فيك مزيونه كنعرفها ايه كنعرفها تشويش صابونه لا كريمة لوجه لا ثالثة داكشي ديال العين كل لا ماشي ديال عينك صافي ثلاثة صافي هذه كريمة ديالك ديك الحمامية اللي كدير مع التبطيلة بلاتي بلاتي شنو قلتي اتاي وبيكربونات قلتي جوج لا قلت ثلاثة شنو هاد ثلاثة قلتي اتاي ايوا قلتي بيكربونات ايه. سبوما ما عرفتيهاش الخميره ما عرفتيهاش صابون المدجاج ما عرفتيهاش اتاي عرفتي وكريمه ما عرفتيهاش عرفتي جوج وشنو هذا هذا التهرب من هذا ما درتش كريم كنت عطيتي ليه لا داك غضبني راهي دفني المهم دري روينا سيرجي بلاك ولا سخني المطعم بدا المطعم واخا يا اخي نتوما تنيش شي حاجه خنزه عندك واش دوت كانوا في الطواليت في الكوزين ليكوز لا لا تشا شو محمد عندك شي مقلب كان خصك تعملو تعملو دابا لا ما تخافش عندك شعري شعري بديتي بديتي انا نعتقد انا جريتي لي مع الزغب شعري مشي جيب السنين ديالك علاش حنا كنموت بالعطش ديك الشيء اللي نعمل ليه العطش بصح كنضحك عارفه كلشي مرينا الكيسان تما شحال من هاد الحاجه سته ابو محمد روتي الكوزينه فين ديك الكلينيكس ديالي هو في الجي هو جاب كيسان وطباصه جبت معاه وقلات وقلات انا كنوجد هتبدا؟ بدا هاك بديتي اصلا زين لا في السؤال محمد اللي خنقتني مسكينة مسكينة كنت تفكر الأكسجين بسم الله افتح دوخ من غير لا ما افتحش افتح افتح لا خصك دفتها نضغط
شنو هذه؟ وضغية قشرة دروكة هي هذيك لاصقة عرفتي علاش؟ شفتها مقطعة حياة ولا ما كيعرفش يفهم بها حتى جريمة شنو؟ صابون تقشع شنو صابون تقشع؟ اوني ها هاجوج افتح لقمك شغلت لي شفيفي شنو؟ ديالا دغيا وحدها ما تجاج اه لا حليل ضغية عرفت وشي تموطني قلتي قطع 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 شميتيها شميتها ايضا انا قلبك ما تقطي محمد قط قطيني شحال دابا شحال دابا ثلاثة قلت لك جوج واحدة غلطت فيها انا برجعت فيها نسمع قطع قطع افتح دوقنا افتحها صاحبي محمد الزبل شنو هذا؟ انا عرف زيد الزبل ما عرفتيش شي حاجه خنزه لا الزبل لا جوج يا زيد قشرة التومة كعتزني غير التومة بعدا أنا غلبك أهلا صافي مشاو لي الأذواق أنا ديك الشيء اللي كان خصني يفتح عط وداغية 12 لا صافي زول من ضمنك صافي يلا زول شنو هذاك الجير لا باستيل شوف ثاني مغنيسيوم شحال باقي ما حسبتش باقي جوج تخنقت تاع لا شوفي يا حيز الدومي الحمقات قطعني تمرجع مضعني شنو مدزاج بقى الأخرية محمد كطيني بزاف تعديتي عليا وين عاد جدر وحرق جو طفي الكاميرا محمد صافي طفي الكاميرا هادي هج الزيرو عز عليا الفراش وصافي هادي كي جاتكم راني ها واعره يا الماسك هذا الماسك طبيعي الماسك كونترا الماسك كونترا الشعر دوني وهذا بيضه حق الله حسيت بك وانا كنعاني وانا عملت ست الحاجه
عالبيض 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 نوقف الكاميرا. ديتي المهم كيما كتشوفوا هذه 40 حال فهم فيها 40 ولا 30 30 المهم هذه مده هو خصو ديك البيطه ديك طرطقتي البيطه طرطق نوض وصلنا البيطه في الغطاء احنا عينا ما نستناو ما شفنا والو ما كنتش انا غنغسل بحق وغسلو. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ونكونوا خفاف ظرف عليكم ما نطولوش عليكم اكثر من القياس. اذا عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش لي لايك واللي عمره ما تابونا في القناه يتابونا وما تنساوناش من ديك لي كومونتير مزيانين وعملوا لنا قولوا لنا شي فكره ديالكم ديال المقالي من عندكم قولوا لنا. المهم غير عبروا لي كومونتير كيجاوب مره هو مره كنجاوب انا يعني اي مقلب بالكم قولوها. يلا باي باي بزاف.